متتبعي قناه الفا سبوريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غادي نناقشوا فيه التبعات السلبيه للقرار اللي كانت خدته الحكومه المتعلق باغلاق الحدود. صحيح ان الحكومه تراجعت على القرار وقررت فتح الحدود يوم 7 فبراير، ولكن التبعات السلبيه لهذا القرار ما زالت تتخبط فيها مجموعه من القطاعات، من بين هذه القطاعات قطاع سيارات الاجره. من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف السي مصطفى شعون، الامين العام للمنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجستيك المتعدد الوسائط. السي مصطفى مرحبا بك. شكرا السي حمد على الاستضافه، ومرحبا بالمشاهدين الكرام متابعين قناة الفا سبريس. السي شعون، بداية كيفاش تفاعلتي مع القرار تاع فتح الحدود يوم 7 فبراير 2022؟ وهو القرار جاء متأخر، يعني توصلنا به يوم أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كذلك بعض القنوات اللي بثت الخبر. هو كان منتظرا نظرا لأن الحدود يعني تغلقات في ظروف ما. اليوم الحمد لله الوضعية الوبائية هي في يعني في تحسن حسب الخبراء، يعني حسب اللجنة العلمية والتقنية. كان لابد من يكون قرار الحكومة ديال فتح الحدود، لأن عدة قطاعات هي تضررت، ومن ضمنها القطاعات اللي هي مرتبطة في قطاع النقل، مرتبطة بالنشاط السياحي ومرتبطة يعني بالمطارات، ومرتبطة كذلك بالوحدات السياحية، من ضمنها قطاع النقل السياحي اللي يعني تقريبا منذ الجائحة، يعني منذ حالة الطوارئ الصحية هو متضرر، رغم أن من مارس 2020 رغم أن هناك عقد البرنامج كنشوفوا في يعني مجموعة ديال القرارات صدرت على الحكومة، ولكن التنزيل ديالها على أرض الواقع مازال ما عرفناش كيفاش غتنزل هاد القرارات، واش غيستافدوا فعلا يعني المهنيين ديال النقل السياحي وشغيل هذا النقل السياحي، لان حتى التمديد ديال الاجر ديال 2000 درهم لا اعتقد ان الكل يعني يستفيد من هذا من هذا من هذا الاجراء هذا. كذلك المهنيين ديال سيارات الاجره اللي كيشتغلوا في المطارات وعندهم علاقه، غادي نرجعوا لقضيه عميان الاجره اللي كيشتغلوا في المطارات والعلاقه ديالهم بعد اغلاق تاع الحدود، ولكن قبل يعني البعض قال بان اغلاق الحدود كان في محله. علاش؟ لان خوفا من صحه تاع المواطنين وخوفا من الانتشار شرد وباء كورونا، ولكن الواقع اثبت العكس بان الوباء راه انتشر بشكل كبير، وكان شحال هذه تم الاغلاق افتح الحدود وصافي. بطبيعه الحال يعني في الاول كان قرار حكيم وقرار قرار اعتقد انه يعني تبنى على التجربه الاولى اللي خديناها في يعني في مارس 2020، ولكن بالفعل كيف ما قلت السي احمد وكذلك تتبع الراي العام وكذلك اللجنه التقنيه، لان اليوم كنشوفوا اللجنه التقنيه والعلميه كنشوفوا اراء متضاربه بين التصريح ديال السيد وزير الصحه وكذلك تصريح ديال السيد رئيس الحكومه والواقع. الواقع بشكل اخر ان الوباء تفشى، وان الوباء حسب تصريح ديال السيد وزير الصحه هو يعني ما جاش من الخارج، هو خرج من مدينه الدار البيضاء. اذا الوضعيه الوبائيه اليوم في المغرب احنا عرفنا يعني بناء على ما نشاهده ونتبعه يوميا من طرف الخبراء ديال يعني ديال الصحه والدكاتره يعني والبروفيسور، ان الوضعيه الوبائيه ستكون يعني غتاخذ واحد المنحنى يعني منخفض في الايام القليله المقبله. كان لابد ان الوباء هو متواجد، لماذا اغلاق الحدود؟ اذا غتولي عندنا وضعيه وبائيه مقلقه، وكذلك تولي عندنا وضعيه او نكرسوا واحد المعاناه ديال الوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه ديال مجموعه ديال القطاعات اللي غيصعب على الحكومه ان في الشهور القليله المقبله انها توكب، لان الموضوع هو في تراكم ديال منذ على الحاله الطوارئ الصحيه منذ مارس 2020 الى يومنا هذا. والقطاع السياحي كنعرفوا بانه هو المتضرر الاول بكل المكونات ديالو بما فيها الوسائل ديال النقل اللي هي يعني تعتبر يعني جزء لا يتجزا من هذا النقل، فيها استثمارات كبيره وفيها طبقه عامله وشغيله ومهنيين وسائقين يعني يعدون بالالاف اللي كيشتغلوا بصفه مباشره او بصفه غير مباشره وكينتعشوا من هذا القطاع هذا، واللي كيعانيوا اليوم معاناه حقيقيه الى جانب مجموعه القطاعات اللي هي كذلك تضررت. وهذه الوضعيه هي وضعيه عالميه، غير اليوم الحكومه خصها تكون عندها الجراه، خصها تكون عندها الرؤيه، وخصها تاخذ قرارات اللي ما تاثرش على الوضعيه ديال مجموعه ديال القطاعات خصوصا القطاع السياحي. من بين القطاعات اللي تاثرت اللي هو ديك سياره الاجره، الناس اللي تيمشيو يوقفوا حدا المطارات على الصعيد الوطني، هاد الناس كيفاش دبروا الامور ديالهم وكيفاش عايشوا مع هذا الواقع انتم كنقابه؟ احنا كمنظمه ديمقراطيه نقل لوجستيك متعدده الوسائط يعني منذ يعني حاله الطوارئ الصحيه، وهذا الموضوع احنا كنتابعوه خصوصا ديال المهنيين ديال سياره الاجره، لا سيما في مطار محمد الخامس وفي بعض المطارات المملكه اللي كتعرف واحد يعني واحد الحركيه واحد يعني الحركيه ديال النقل الجوي. مع الاسف ما كانش هناك مواكبه، لان هاد المهنيين دائما هما كيبقاو مهنيين ديال سياره الاجره الصيف الاول او الصيف الثاني في بعض المدن، اللي كيبقاو محسوبين على الجسم ديال المهنيين ديال سياره الاجره، يعني ما كاينش الاختصاص. الا حيدنا مدينه طنجه وحيدنا مؤخرا القرار اللي تخدع على مستوى عماره اقليم النواصر انها تنظم سياره الاجره اللي كتشتغل بالمطار، ولا هناك احصاء ولا هناك رؤيه حول
المهنيين اللي كيشتغلوا في هذه المحطه. باقي المطارات ما كاينش هناك رؤيه، لان كيبقى دائما كتبقى خدمه عموميه ديال النقل بواسطه سياره الاجره. ولكن هذا ما كيمنعش اننا اليوم كل المتدخلين خصوصا الجهات الوصيه، وهنا خصو بيدك العمالات والاقاليم وكذلك مزارج الجهات، اليوم كنشوفوا هناك دعم، كنشوفوا كذلك ان البرنامج اللي جات به الحكومه من خلال الاوراش لابد ان نواكبوا هذه القطاعات اللي هي يعني ما واضحش الرؤيه ديالها، ولكن نواكبوها، لان المهنيين ديال سياره الاجره في مطار محمد الخامس راهم تضروا بصفه مباشره، لان العمل ديالهم هو المحطه ديال مطار محمد الخامس، حيت اللي كيشتغل في شي محطه يعني كيولي دائما يعني يشتغل في ديك المحطه وعنده علاقه وارتباط بديك المحطه، كيولف داك العمل. ما يمكنش اليوم كذلك يدخل يعني وسط المدينه انه وسط المدينه وتدخل مشكل كبير حسب البعض. لا ما كاينش مشكل، غير كاين سوء فهم الاشياء، لان هذيك سياره اجره نقطه انطلاق عماله الدار البيضاء، اذا يسمح لها بالعمل في مطار محمد الخامس وفق شروط ودفتر تحملات اللي يمكن لاي مهني يتحصى ويخضع لدوك الشروط ومرحبا به يشتغل. يعني ماشي نقطه انطلاق مطار محمد الخامس غير، هي عندها خدمه يعني مضبوطه بضوابط وبقرار، وكان في هناك اشراك ديال المهنيين، وكان هناك حوار حول هاد تجويد هاد الخدمه واللي استحسنها المواطن واستحسنها احنا كمهنيين. لابد من تنظيم المحطه ديال مطار محمد الخامس، لان هذه بوابه ديال المغرب، لابد ان القطاع ديال سياره الاجره يكون منظم، ما تبقاش ديك الظواهر اللي كنشوفوها كاملين ديال النقل السري وديال الخطافه وديال يعني بغيتي تقول بان الفرصه تاع الاغلاق تاع الحدود فرصه باش يتنظم القطاع بصفه عامه داخل المطارات، سيرت المطار تاع محمد الخامس. طبيعه الحال هي فرصه، ولكن في نفس الان هي وقفه، اننا اليوم المهنيين هم متضررون صراحه، متضررون، لان كنعرفوا التبعيات ديال اليوم ديال استغلال ديال سيارات الاجره، التبعيات ديالها من كراء ديال المأذونيات، من كذلك الاقساط ديال التامين، من اقساط ديال القروض، الوضعيه المعيشيه، لان كنعرفوا الاسعار اليوم وكل يجمع ان كل الاسعار ديال المواد الاستهلاكيه والمواد الغذائيه والماء والكهرباء كل شيء ارتفع، يعني راه كينعكس على هاد المهنيين وعلى هاد السائقين، كذلك الاشغال اللي كاينه في مدينه الدار البيضاء، لان مدينه الدار البيضاء هي ورش اليوم مفتوح، هذا الامر هو يؤثر على المدخول اليومي ويؤثر كذلك على الوضعيه ديال المركبات. اليوم كنتكلموا على ان الدوله عطات دعم لاجل تجيل الاسطول، ولكن هو الدعم كنعطيه من جهه، ولكن كنصطدموا بحال بالوضعيه ديال النقل والتنقل اللي كتضر فيها كل المركبات اللي هي كتشتغل في القطاع ديال النقل بصفه عامه، وخصوصا سيارات الاجره، لانها هي اللي كتشتغل بواحد السيروره وبواحد الحركيه اكثر من باقي وسائل النقل، وهذا اثر كذلك لان الوقت اللي كتولي الصيانه كتولي يعني مصاريف زائده، والامر كله اليوم كيدخلنا بان القطاع هو داخل واحد غرفه الانعاش. لابد ان كيف ما قلت هذه المواكبه ديال الحكومه لكل يعني لكل القطاعات المتضرره، لابد من استدراك قطاع سيارات الاجره، لانه تضرر ماشي غير في الدار البيضاء، في مجموعه ديال المدن اللي عندها علاقه سياحيه، راه كنعرفوا مدينه مراكش، كنعرفوا اكادير، طنجه، مجموعه المدن اللي اليوم القطاع هو يعاني مشاكل في العمق. ما يمكنش نهضروا على قطاع سياره الاجره وما نهضروش على ذاك الدعم تاع المحروقات اللي هذا ملف طالبتوا به سنوات طويله. واش باقي ممكن ان يكون واحد دعم مخصص للمحروقات بالنسبه لقطاع السيارات؟ وهذا السؤال خصنا نطرحوه على الحكومه، واش اليوم هي عندها نيه انها تدعم وسائل النقل من اجل ان وسائل النقل تحافظ اولا على التكلفه، لان ما يمكنش اليوم احنا كمهنيين وحنا كنقابات وحنا كمواطنين وكمجتمع مدني، ما يمكنش اليوم حنا نسمحوا باي زياده خارج القانون، لان حنا اصلا حنا نستعملوا وسائل النقل، ومن يستعملوا وسائل النقل خصوصا سيارات الاجره هما المواطنين البسطاء اللي كيستعملوا وسائل النقل العمومي، لان نقل عمومي، اذا اليوم الزياده في التكلفه زادت، كيف ما قلتي، الا حطينا اليوم لو بري دروفيني بار كيلومتر، حطينا الاستغلال وحطينا التامين وحطينا كل المصاريف المتعلقه بسيارات الاجره او بوسائل نقل اخرى جماعي اللي كتشتغل بصفه خاصه، ماشي ما كنتكلمش عن النقل الحضري اللي هو منظم في اطار شركات اللي كتشتغل بصفه خاصه، هي راه متضرره من هذا الغلاء ديال الغازوال اللي تقريبا اليوم كنشوفوه وصل لواحد المستويات كبيره وكبيره جدا. هذا الامر اللي كما قلت خص الحكومه اليوم اعتبارا ان مزارج الجهات والعمالات والاقاليم هي منخرطه حسب ما يعني طلعنا عليه في برنامج اوراش، ان هذا البرنامج اليوم وهذا نداء للحكومه ونداء للمسؤولين انه خصو يهم هاد المهنيين ديال سياره الاجره ومهنيين ديال النقل السياحي وسائقين المهنيين والشغيله ديال هاد القطاعات كلها اللي تضررت منذ الى حالة الطور الصحي الى يومنا هذا، من اجل اننا يعني لان اليوم المشاكل هي امام المحاكم، الاستغلال المهني اللي كيستغلوا سيارات الاجره هما عندهم مشاكل مع اصحاب المأذونيات، كذلك كاين يعني
حجز ديال المركبات ديال النقل، لا في النقل السياحي ولا في النقل ديال السيارات الأجرة، وكذلك في النقل العمومي للمسافرين حتى هو راه متضرر، نقل بين المدن. إذا كاين إشكالية حقيقية في النقل الجماعي والعمومي للمسافرين. النقل البضاعي هو أقل ضرر، ولكن لابد هذه العملية أنها تعالج في إطار هذه المقاربة وفي إطار هذا البرنامج الجاس به الحكومة، هو برنامج أوراش. قلت لي ما يمكنش تسمحوا بالزيادة غير القانوني بالنسبة لأسعار الطاكسيات، ولكن الملاحظة على مستوى مدينة الدار البيضاء بقى الاحتفاظ بهذيك التسعيرة تاع كوفيد، علما أن مجموعة من السائق الطاكسيات كاين الحمولة ولات 100% تقريبا، ولكن احتفاظا على ديك التسعيرة القديمة. هو ما كاينش تسعيرة سي أحمد ديال كوفيد ولا ماشي ديال كوفيد، هي كاين تسعيرة واحدة بالنسبة لسيارة الأجرة الصين في الأول، وبالنسبة لسيارة الأجرة الصين في الثاني هناك العداد، يعني الأمر هو واضح وفيه قرار عميلي كيوضح هذا الأمر هذا. أعتقد أن هذه الظواهر هي كاينة، ماشي غنفيوها ما كايناش، ولكن لابد اليوم أن يكون هناك واحد التوعية والتحسيس أولا من الممثلين ديال المهنيين ومن النقابات ومن الجمعيات التي تؤطر هذه المهنيين، أن اليوم بالفعل كان هناك تضامن، أنا أقول تضامن بين المرتفقين وبين الركاب وبين سائق سيارة الأجرة اللي مغلوب على أمره في إطار هذاك التقليص ديال عدد المراكب، كان عفوا ديال عدد المقاعد، كان هناك تضامن، لأن دائما الدرويش كيتضامن مع الدرويش، كانت ولكن حنا ما يمكنش نخليو أن الوضعية رجعت لستة المقاعد وأن الوضعية ولات عادية، ما يمكنش نسمحوا أن يكون هناك يعني استمرار فرض اي تسعيره من التسعيرات. لابد ان اليوم الكل يتحمل المسؤوليه ديالو، كذلك حتى المراقبه اللي خصها تراقب هذا الامر هذا، لان اليوم المرتفق او المواطن هو الزبون الرئيسي والاساسي، والخدمه هي موجهه لهذه الفئات اللي هي اليوم كتعيش مشاكل ديال ارتفاع ديال الاسعار ديال مجموعه ديال المواد السياريه، حنا ما بغيناش. كذلك حتى الوسائل النقل خصوصا انه ولات عندنا منافسه اليوم من وسائل النقل الاخرى، نشوفوا النقل الحضري، كنشوفوا الاوراش ديال اللي على مسخوصه، نتكلم على مدينه الدار البيضاء. الامر اليوم يستدعي ان الجميع ينخرط، ان تكون هناك توعيه وتحسيس بان المهنيين والسائقين المهنيين انهم يرجعوا يعني التعريفه القانونيه ويشتغلوا بها مع المواطنين ويقدموا خدمات في المستوى، رغم كما كنقول رغم كل هذه المشاكل وهذه المعاناه اللي كيعانيوها، لان حنا داخل المنظمه ولا كجسم نقابي اليوم حنا واعون بالمسؤوليه الملقاه على عاتقنا في الترافع على كل القضايا ديال المهنيين وديال السائقين المهنيين. ومره اخرى كنوجه انا نداء للحكومه ان يعني من خلال تنزيل ديال برنامج اوراش انها يعني يضم ويهتم بهاد المهنيين ديال سياره الاجره، لانهم عانوا مشاكل منذ اعلان حاله الطوارئ الصحيه الى يومنا هذا، وكذلك الاهتمام بالقطاع الحيوي والمهم اللي كيساهم يعني في التطوير ديال السياحه الوطنيه، وهو قطاع النقل السياحي، وكذلك المهنيين والسائقين والشغيله ديال هذا القطاع اللي تضررت بشكل كبير جدا، وكذلك المقاولات اللي كتشغل هاد الفئات هذه من المهنيين والسائقين راه تضررت. وكنشوفوا بان عقد البرنامج راه ما منزلش، وكل القرارات اللي كتخرج بها الحكومه راه عكس ذلك، كان حجز ديال المركبات، ما كاينش التمديد ديال القروض، كاينه مشاكل يعني في اطار في الاجراء ديال كل ما اعلنت عليه الحكومه. شكرا سي مصطفى شعون على قبول الدعوه، متتبعي قناه الفاس بريس، الى حد نقول لكم الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.